أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. نستضيف اليوم السيدة سارة ويتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحاول أن نستطلع معها آخر مستجدات حقوق الإنسان في اليمن وفي المنطقة. بداية أهلا وسهلا أستاذة. أهلا بك. إذا بدأنا أستاذة سارة من منظوركم لواقع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وفي اليمن على وجه التحديد، يعني كيف تقيم وضع حقوق الإنسان في اليمن في ظل استمرار الحرب والصراع منذ 4 سنوات؟ Well, obviously, since the war commenced in Yemen, the situation, the human rights situation. من الواضح أنه منذ اندلاع الحرب في اليمن أصبح الوضع وحقوق الإنسان والوضع الإنساني كارثة كاملة. في الواقع، فقد تغلبت في هذه المرحلة على الكارثة في سوريا من حيث حجم المعاناة الإنسانية التي تسببت بها الحرب في اليمن، بوجود أكثر من 13 مليون شخص معرض لخطر المجاعة وأعداد كبيرة من الضحايا وأكثر من 100,000 قتيل، وعلى الأرجح وقوع جرحى أكثر من ذلك لمرات عديدة، إلى جانب وجود أعداد كبيرة جداً من النازحين داخلياً. يتحمل كل من التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحوثية مسؤولية الانتهاكات الجسيمة للغاية التي تتجاهل قوانين الحرب، وبالطبع يتحمل السكان المدنيون اليمنيون الغالبية العظمى من المعاناة. في ظل الوضع الراهن والوضع المأساوي في اليمن، هل تعتقدي أن المجتمع الدولي يتعاطى مع الوضع الإنساني والوضع الكارثي في اليمن بمسؤولية، أم أن هناك الكثير من القصور والتقصير؟ حسناً، لقد لعب المجتمع الدولي، أو لنقول بعض الدول في المجتمع الدولي، دوراً مدمراً للغاية فيما يتعلق بتسخير الحرب التي دارت في اليمن. من وجهة نظر هيومن رايتس ووتش، فإن التحالف السعودي وقوات الحوثيين ليسوا الأطراف الوحيدة في هذه الحرب. الولايات المتحدة أيضاً طرفاً في هذه الحرب، ليس لأنها كانت تبيع الأسلحة للسعوديين والإماراتيين، وبالطبع فهي أكبر مشترين للأسلحة الأمريكية في العالم، ولكن لأنها شاركت بشكل مباشر في الحرب من خلال تقديم الدعم الاستخباراتي للتحالف السعودي، وكذلك تزويد الطائرات السعودية بالوقود حتى وقت قريب جدا، مما مكنها من مواصلة غاراتها الجوية غير القانونية على اليمن. ولهذا السبب نعتقد أنه عندما يكون هناك مساءلة عن هذه الحرب، في حالة وجود مساءلة على هذه الحرب، بل يجب أن تكون هناك مساءلة على هذه الحرب، فينبغي أن تكون الولايات المتحدة مسؤولة أيضاً عن انتهاكات قوانين الحرب التي يتم تنفيذها. في الحديث عن المحاسبة وأيضاً الدول المتورطة في بيع الأسلحة لليمن، شاهدنا أن هناك محاولات في الكونغرس الأمريكي وأيضاً في البرلمانات الأوروبية لوقف منع تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات، لكن هذه الجهود باءت بالفشل. كيف بالإمكان أن تضغط المنظمات الحقوقية في هذا الملف بشكل كبير؟ حسناً، لم أكن أعتقد بنجاح هذه الجهود حتى الآن. إن حقيقة أن كل من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي قد طالبوا مراراً وتكراراً بتعليق المبيعات العسكرية ومبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، خاصة بسبب انتهاكاتهم لقوانين الحرب في اليمن، هو أمر في غاية الأهمية. فلربما يعلم المشاهدون لديك أن هناك عدد قليل جداً من القضايا التي يتفق عليها كل من الجمهوريين والديمقراطيين في حكومة الولايات المتحدة، وهذه واحدة منها، في حين أن إدارة ترامب قدمت تنازلات أمام استمرار مبيعات الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية وإلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فإن إدارة ترامب لن تكون في السلطة إلى الأبد، والرسالة التي بعث بها الشعب الأمريكي إلى إدارة ترامب واضحة جداً بأنهم لا يريدون المزيد من مبيعات للأسلحة. وفي المملكة البريطانية المتحدة بالطبع، كانت هذه هي رغبة البرلمان البريطاني وفقاً لاختيار حكومة المملكة المتحدة ومواصلة بيع الأسلحة، ولكن في الآونة الأخيرة كان هناك قرار قضائي بريطاني يقول أن الحكومة لم تعد قادرة على بيع الأسلحة بشكل قانوني إلى المملكة العربية السعودية بسبب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي يتم القيام بها. هذه التدابير مهمة للغاية وقد أدت إلى اتخاذ إجراءات فعلية، ونعلم أن هناك
عددا من الدول التي أوقفت مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بسبب حربها على اليمن على وجه التحديد. فيما يتعلق أيضا في قريب من هذا الشأن، إلى الآن العالم اليمن تدور فيها حرب، اليمنيين ربما هم سواء النازحين داخلين أو خارج اليمن ما زالوا بلا حماية، ما زال العالم حتى يرفض التعامل معهم ويعطيهم أولوية في موضوع اللجوء الإنساني أو أيضا إيجاد الملاذات الآمنة، حتى على الجيران مثلا لا يوجد ضغط واضح على الدول المحيطة باليمن باستقبال نازحين أو لاجئين، بينما اليمن كانت مستمرة في استقبال النازحين واللاجئين من دول الجوار. كيف بإمكاننا نفهم مثل هذه الحالة؟ حسناً، إنه فشل للنظام الدولي وفشل في القانون الدولي. أنا حزين للغاية لأن أقول أن هذا ليس المثال الأول الذي فشل فيه المجتمع الدولي. لقد رأينا الحرب الكارثية في سوريا حيث كان مجلس الأمن الدولي عاجزاً تماماً عن التوصل إلى أي اتفاق لوقف أو منع قصف الرئيس الأسد وإرهاب شعبه. لقد رأينا العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة لم تنفذ مع استمرار إسرائيل في انتهاكاتها، والآن بالطبع في اليمن رأينا المجتمع الدولي غير قادر تماما على التصرف بطريقة جادة لكبح جموح هذه الحرب في اليمن. أعتقد أنه يتعين على الشعب اليمني أن يدرك تماما كما أدركنا جميعا نحن حول العالم إلا أنه لا يمكن الاعتماد على المجتمع الدولي لإصلاح ذلك. في حقيقة الأمر اعتمادهم على دول خارجية لا تزيد الأمور إلا سوءا، وأن الحل الوحيد للشعب اليمني هو الحل الذي يجمع الشعب اليمني معا. أنت في هيومن رايتس واتش، ما هي الأولوية وما هي الأهمية التي تدرجونها سواء في تقاريركم أو في أعمالكم بالنسبة للملف اليمني؟ كان التركيز الأساسي لعملنا هو التحقيق في انتهاكات قوانين الحرب، وأهمها وأشدها ضرراً هي الضربات الجوية العشوائية التي شنها التحالف قيادة السعودية وقصفها للمدارس والمستشفيات والعيادات. وبالفعل كما نتذكر جميعا الضربة الجوية المرعبة على صالة العزاء والتي أودت بحياة أكثر من 100 شخص إلى جانب حافلة مدرسية مليئة بالأطفال، كان تركيزنا الرئيسي على هذه القضايا. وبالطبع كان تركيزنا أيضا على انتهاكات قوات الحوثي بما في ذلك الاستخدام المفرط والمؤلم للألغام الأرضية في جميع أنحاء البلاد، رغم اعتبار الألغام من الأسلحة المحظورة حيث تكمن المأساة الخاصة للألغام الأرضية كما أعتقد أن اليمنيين يعرفونها بالفعل من تجربة مؤلمة في أنها تسبب الضرر ليس فقط أثناء الصراع الحالي ولكن تظل آثارها للأجيال القادمة. بالطبع كان الحوثيون مسؤولين عن الاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة، وقد أصدروا مؤخرا أحكاما بالإعدام ضد عدد كبير من اليمنيين، ولسوء الحظ لا توجد جهات فاعلة بريئة في هذا الصراع العسكري. كما قمنا بالتحقيق أيضا في الانتهاكات المرتكبة في مرافق الاحتجاز التي يسيطر عليها الإمارات في جنوب اليمن، حيث قمنا بتوثيق أعمال التعذيب والقتل وسوء المعاملة الفظيعة وكذلك من قبل الميليشيات التي يسيطر عليها الإماراتيون. وفي النهاية ركزنا على الإساءة والتعذيب والاغتصاب والاعتداء الجنسي على المهاجرين واللاجئين القادمين من الدول الأفريقية التي تم احتجازهم في معتقلات في جنوب اليمن. هناك من يرى أن التقارير ما زالت في الإطار العام، هناك رصد للانتهاكات وتسمية لبعض الأطراف، لكن إلى الآن لم يتم تحديد أسماء كمجرمي حرب أو مطلوبين أو الأشخاص المتورطين مباشرة في هذه الانتهاكات، تسمية الأشخاص والجهات والأسماء وبالتالي إعداد ملفات لملاحقة قضائية لملاحقتهم عبر الجنايات الدولية. كمنظمات دولية أنتم ماذا تستطيعوا أن تقدموا في هذا المجال؟ حسنا، من الواضح أن تحديد صانعي القرار الفعليين وراء غارة معينة أمر مهم للغاية، كما أن هذا الأمر مهم للغاية أيضا في حالة توفر إمكانية
لرفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لإثبات ارتكاب جريمة حرب. يجب عليك تحديد الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ القرارات فعلاً، وهذا أمر صعب للغاية، لأنه حتى لو كانت على أرض الواقع تحقق في الأضرار القائمة وعدم قانونية الضربة، من الصعب للغاية معرفة من هم القادة الذين كانوا مسؤولين عن تلك الغارات. وفي نهاية المطاف، عندما تكون هناك انتهاكات نظامية واسعة النطاق ومتكررة، سوف ننظر إلى قائد قوات الأمر باعتباره المسؤول عن الانتهاكات. وزارة الدفاع سيكون وزراء الدفاع مسؤولين، وفي نهاية المطاف يكون رؤساء الدول مسؤولين. وبالتالي فإن الأعلى منصب على مستوى المسؤولين الحكوميين، سواء كانوا من بين الحوثيين أو من بين السعوديين أو من بين الإماراتيين، هم من سنعتبرهم مسؤولين وعرضة للمساءلة أمامنا. هل يتوقف عملكم عند الاتهام وتحديد الأسماء، ولا هناك أيضا مرحلة أخرى لاحقة تتعلق بالملاحقة، بالحث على تعويض الضحايا؟ الآن إلى اللحظة يعني هناك 10,000 من المفقودين، والذين أيضا لم تصل إليهم التقارير. كيف بالإمكان أن تشرحوا للناس ما هي الآلية اللاحقة لعملية الرصد؟ So what we do beyond investigating. حسنا، ما نقوم به لجانب التحقيق والتوثيق وفضح الانتهاكات هو المناصرة. نحن نقوم بالمناصرة لجانب الأطراف المعنية، ومن الواضح أننا نقدم توصيات لأطراف النزاع ونتوجه مباشرة ونكتب رسائل إلى التحالف السعودي والحكومة السعودية والحكومة الإماراتية مباشرة، وكذلك المسؤولين الحوثيين. كما نناشد الحكومات المتحالفة معها التي تدعمها والتي تمدها بالسلاح، وبالتالي سنقدم النتائج التي توصلنا إليها إلى البرلمان البريطاني. بالنظر إلى دورها في توفير الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، سنظهر أمام حكومة الولايات المتحدة ونتحدث أمام حكومة الولايات المتحدة ونتحدث إلى الكونغرس ونتحدث إلى أعضاء مجلس الشيوخ ونتحدث إلى أعضاء البيت الأبيض، وزارة الخارجية، لعرض النتائج التي توصلنا إليها والضغط عليها. وفي النهاية نناشد الرأي العام، وأعتقد أننا لعبنا دورا كبيرا للغاية في تشكيل الرأي العام بشأن هذه الحرب في اليمن، والذي كان بالفعل منتقدا للغاية الانتهاكات المأساوية جدا والمروعة التي ارتكبها التحالف السعودي وقوات الحوثيين. حدود التأثير بالنسبة للتقارير، هل تتجاوز اللقاءات العامة واجتماعات التي تقدم للأمم المتحدة أو لمجلس حقوق الإنسان؟ هل تشعروا أن بالإمكان أن تؤثر هذه التقارير على أرض الواقع وأن تغير الواقع، أن توقف الانتهاكات، أو على الأقل تسعى للتلويح بملاحقة المجرمين؟ Well, I certainly hope so. حسناً، أتمنى ذلك بالتأكيد. فالسبب في قيامنا بهذا العمل وقيام موظفينا بالمخاطرة كل يوم بالعمل في مناطق الحرب في جميع أنحاء العالم بما ذلك اليمن، وأننا نؤمن بأن عملنا يحدث فرقاً. لا أعتقد أن قرارات للكونغرس الأمريكي كانت لتدعو إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، لولا العمل الذي قمنا به وعمل منظمات حقوق الإنسان الأخرى التي كشفت الجرائم المروعة التي ارتكبها التحالف السعودي في اليمن. لا أعتقد أنه كانت هناك دعاوى قضائية أمام المحكمة البريطانية لوقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية دون وجود أدلة قدمناها نحن، والتي قدمتها منظمات حقوق الإنسان الأخرى حول تأثير مروع الغارات الجوية السعودية في اليمن. هذه ليست عملية سريعة ولنما بطيئة، لكن هذا هو الدور الذي يمكننا لعبه، والجميع لديه دور يلعبه. لعبنا دورا صغيرا ولكنه مهم. إذا حاولنا الاقتراب أكثر من طريقة أو آلية عملكم، كيف هم الجمهور والمتابعين؟ ما هي الآلية التي تتخذونها؟ هل يتم الاعتماد على المصادر أو على البلاغات المقدمة من منظمات محلية، من وسائل الإعلام، أم أن لديكم آلية تتعلق بالعمل المباشر مع الضحايا والاتصال مع من يتعرضوا للانتهاكات؟ Our research is primarily driven. تقوم تقاريرنا في المقام الأول على شهادة الضحية. أولويتنا الأولى والأهم في جمع قصص وتجارب ضحايا الانتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني. في أفضل الظروف نحن موجودين على الأرض حيث تقع الانتهاكات. لقد كان لدينا بالفعل مكتب في صنعاء لسنوات عديدة، وكان باحثنا مقيم في صنعاء قبل بدء الحرب بفترة طويلة، وللسنوات القليلة الأولى من الحرب كان لدينا فريق دائم على الأرض في اليمن كان قادر على توثيق وتحقق في الانتهاكات التي ارتكبت. وإلى جانب جمع الشهادات، فإننا نقوم بتقديم أدلة الطب الشرعي.
وجمع الأدلة عن الأسلحة المستخدمة لتحديد نوع السلاح الذي تم استخدامه وأين وقعت الضربة ومن كان صانع الأسلحة، وهكذا تمكننا من إثبات على سبيل المثال أن الذخائر العنقودية التي استخدمها السعوديون في اليمن تم إنتاجها من قبل مصنعي الدفاع الأمريكيين والشركات الأمريكية التي تنتج الذخائر العنقودية. تمكننا من إثبات قنابل جنرال داينميك وبوينت وورثن التي استخدمت في غارات جوية متعددة. هذا هو العمل الذي يتم عن طريق جمع الأدلة المادية. وعلى نحو متزايد نستخدم صور الأقمار الصناعية التي تكون قادرة على إظهار وتوضيح متى تم إطلاق السلاح ومن أين أطلق وأين سقط، لأنه في كثير من الحالات ستنكر الحكومات أنها نفذت ضربات جوية، وستجدون في البداية على سبيل المثال من الغارة الجوية على الحافلة أو الغارة على الحافلة المدرسية التي كانت تحمل الأطفال، نفى السعوديون أنهم نفذوها. فقط عندما ظهر الدليل المادي تمكننا نحن والآخرون من إثبات ذلك، في حين كان عليهم أن يعترفوا بأنهم قاموا بتلك الغارة الجوية. في إذا تعمقنا أكثر يعني في القصة، يعني كان هناك حديث عن أن هناك يعني اهتمام جانبي بالملف اليمني من قبل منظمة هيومن رايتس وحتى غيرها من المنظمات، خصوصا أن لا توجد آلية للتواصل مع وسائل الإعلام، وهذه واحدة من المشاكل الكبرى التي تواجه ربما أدائكم، لا يوجد تواصل أو خط تواصل واضح. كيف بالإمكان أن يتم تجاوز هذه المسألة؟ Well, Yemen is certainly a priority for us, but the reality is that we're not doing enough on the situation in Yemen, and we should be doing a lot more. حسناً، اليمن هي بالتأكيد أولوية بالنسبة لنا، ولكن الحقيقة هي أننا لا نفعل ما يكفي بشأن الوضع في اليمن. ويجب أن نفعل الكثير بشأن الوضع في اليمن، وأتمنى كثيراً أن يكون لدينا فريق كبير من الباحثين للعمل على ملف اليمن. لسوء الحظ، لدينا ميزانية محدودة للغاية وصغيرة. يعمل قسم الشرق الأوسط في 19 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لدينا باحث واحد يركز على اليمن، تماماً كما لدينا باحث واحد يركز على سوريا، وهذا ليس كافي، بالطبع لا يكفي، لكن للأسف بصفتنا مؤسسة خيرية خاصة نعتمد على الأموال التي نتلقاها من الأفراد الذي يجعلون عملنا ممكناً، وهذا هو أفضل ما يمكننا القيام به. يعني فيما يتعلق أيضاً ب قلة الكادر المحسوب أو العامل في الملف اليمني، هو ربما لا يعطي مبرر كبير، لكن نأمل أن يتم تجاوز هذا الخلل مستقبلا، خاصة أنه اليمن ربما هي واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية تحدثون أنتم عنها، وأن الحرب التي فيها تشارك فيها كل دول العالم، وبالتالي ربما هناك من يطرح أن التقصير هذا يجب أن ينتهي ربما، أو يتحمله يعني أو يختلف ترتيب سقف أولوياتكم كمنظمة. أنت وصفتي الحرب في اليمن في إحدى مقالاتك أو إحدى مقابلاتك أنها حرب حمقاء، كيف بالإمكان أن تفهم أن نفهم هذا التصريح في الوضع الحالي الآن؟ It's a stupid, senseless, cruel, and inhumane war. إنها حرب غبية لا معنى لها وقاسية ولا إنسانية، تم شنها على الشعب اليمني دون سبب وجيء على الإطلاق. إذا نظرنا إلى الوراء إلى قرار حكومة المملكة العربية السعودية بشن حرب على اليمن، فليس هناك ما يبرر إطلاقنا الإجراءات التي اتخذتها. أعتقد أن الأسباب الحقيقية وراء شن محمد بن سلمان لهذه الحرب هي لأنه كان يريد تحقيق نصر عسكري في حقيبته، بل أنه قدم وعد للحكومة الأمريكية حتى لشركائه الإماراتيين بأنه سيفوز بهذه الحرب بسهولة وهزيمة ميليشيا الحوثيين في غضون بعض بضعة أشهر. من الواضح أنه لم يتحقق ذلك. من الواضح أن الدور الذي لعبته الحكومة السعودية كان في جعل ما كان وضعاً صعباً وسيئاً إلى ما هو أسوأ بكثير. يعني السعودية تقول أنها ملتزمة تماماً بالمعايير الدولية المخصصة في قواعد الاشتباكات الحرب، لكن إلى الآن أنتم في هيومن رايتس تقولوا أنه لا يتم الالتزام نهائياً بهذه المعايير.
بالإضافة إلى أنه إلى الآن لم يصدر منكم كمنظمة أو منظمات أخرى دولية عاملة في مجال حقوق الإنسان أي تصنيف أو تسمية لهؤلاء القادة المتورطين في الحرب كمجرمي حرب، وبالتالي محمد بن سلمان، محمد بن زايد وغيرهم من قادة الدول ما زالوا هناك من يرى أنه بإمكانهم أن يفلتوا من العقاب. Well, in our reports, we actually do identify the Minister of Defense, the heads of the command. حسناً، في تقاريرنا حددنا بالفعل وزير الدفاع ورؤساء القيادة المسؤولين، لكن كما كنت أوضح لك سابقاً، بموجب القانون الدولي يجب أن يكون لديك مستوى أكثر تفصيلاً من الأدلة. أحد الأشياء التي فعلها التحالف السعودي عمداً هو الاختباء وراء فكرة التحالف السعودي، وبالتالي فإن هذا التحالف الذي يتكون ظاهرياً من 8 أو 9 دول مختلفة تعرفها المغرب والأردن والبحرين جزء من التحالف، إنهم عن عمد لا يحددون من الذي يقود الطائرة ومن الذي يواجه الضربات الجوية، لذلك لدينا بالطبع كل الأسباب لاعتقاد أن الغالبية العظمى من هذه الطائرات هي طائرات سعودية يقودها القادة السعوديين، وأن المسؤولية تقع على عاتق حكومة المملكة العربية السعودية ورؤساء دول المملكة العربية السعودية، ومع ذلك فإنهم يحاولون عن عمد أن يختبوا رواء التحالف حتى يصبح من السهل التوصل لهذا الاستنتاج وهذا التحديد بطريقة واضحة للغاية. إنهم يحاولون بطريقة متعمدة إخفاء مسؤوليتهم عن هذه الجرائم. في مقابل أيضا التحالف هناك أيضا ميليشيا الحوثية وهناك أيضا ميليشيات أخرى محلية في اليمن متورطة في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان، تعذيب، اغتيالات، اعتقالات وما إلى ذلك. هل بإمكان أن يتم تسمية أيضا أسماء الفاعلين أو المؤثرين أو مجرمي الحرب المحليين؟ No, it's very, very, very difficult to do that. Unless you are there, it's very difficult to identify who the particular actors were in any particular strike. It's very hard to know who gave the orders to shell. من الصعب للغاية معرفة من أعطى الأوامر لقصف حي ومن أعطى الأوامر بإرسال صاروخ إلى مطار مدني في المملكة العربية السعودية. هذه هي المعلومات التي نادرا ما تكون متاحة للمحققين، وبالتالي يقع على عاتق رئيس القيادة تحمل المسؤولية عندما يكون هناك نمط ثابت من الانتهاكات نفسها. من النادر جدا أن يعرف الضحايا من الذي يقف وراء إصدار الأمر بتنفيذ غارة عليهم. مثلا عبد الملك الحوثي لديه العديد من الخطابات التحريضية، كذلك القيادات في حكومته سواء محمد علي الحوثي أو المشاط أو غيرهم من المسؤولين الذين يظهرون على قنوات التلفزة على قنوات التلفزيون ويتحدثوا بخطاب كراهية، خطاب عنف، وحتى توجيهات بقتل الصحفيين، باختطاف من يسمونهم المعارضين والمرتزقة وتصفيتهم. هذه أليست أدلة كافية لكي يتم الاستناد عليها؟ Well, certainly it is evidence. It is evidence of incitement. It is evidence of unlawful commands. But ultimately, you have to tie that to specific attacks. حسنا، بالتأكيد هو دليل، إنه دليل على التحريض، إنه دليل على أوامر غير قانونية، لكنها في النهاية يجب عليك ربط ذلك بهجمات معينة ومن خلال توثيق نمط الهجمات التي تتبع هذه الأوامر فقط يمكنك إثبات وجود جريمة. كما تعلمون هناك مستويات مختلفة من الأدلة تحتاج إلى إظهارها وإثباتها من أجل اتخاذ بعض الاستنتاجات القانونية. نطاق القانون ضيق للغاية وصارم، وفي الواقع عندما تصل إلى المحكمة يكون الأمر أكثر صرامة وأصعب، وهذا هو السبب بأنه حتى في العديد من المحاكم الدولية التي يحتجز فيها القادة من الصعب جدا إثبات قضية محددة بالفعل ضدهم على الفضائع، لأنه من الصعب جدا الحصول على الأدلة. يعني هناك حالة محددة سأذكر لك حالة منها على سبيل المثال. ظهر عبد الملك الحوثي يحرض ضد الصحفيين وسائل الإعلام، وبعدها تم اغتيال أكثر من صحفي وكذلك اعتقال أكثر من 15 صحفي. ظهر أيضا خطاب إماراتي عبر المجلس الانتقالي يحرض ضد السلفيين وضد الإصلاح، وبعدها تم اغتيال عدد من قادة وأئمة المساجد. هذه يعني حالات باعتقاد أن الجميع يتحدث عنها، لكن إلى الآن لم توصف أو لم توضع في خطابات أو في تقارير المنظمات الدولية.
So the law on incitement is very, very strictly defined in terms of when it falls outside the scope of protected speech. If someone makes a statement saying, for example, to his followers or her followers, go and kill these scholars. تعريف قانون التحريض بدقة شديدة للغاية من حيث تحديد متى يقع خارج نطاق الخطاب المحمي. إذا أدلى شخص ما ببيان يقول أو تقول فيه على سبيل المثال لأتباعه أو أتباعها اذهبوا واقتلوا العلماء وفي اليوم التالي يقتل فيه العلماء، فسيكون هذا الشخص مسؤولا في الواقع عن تحريض غير مشروع للعنف، لكنه ترتيب محدد للغاية. إن مجرد انتقاد وسائل الإعلام أو مجموعة من العلماء على سبيل المثال بما يؤدي إلى مقتل العلماء ليس دليلا على التحريض الغير قانوني، والسبب في ذلك هو أن القانون الدولي يعطي مجموعة واسعة للغاية من الحماية لحرية التعبير. ربما هناك اختلاف في طريقة عمل المنظمات، أكيدا لديكم معايير دقيقة ومختصة، لكن الناس في الشارع أو الناس غير المطلعين على الموقف القانوني لأداء عمل المنظمات يروا أن ما يحدث في اليمن هو جريمة كاملة، وبالتالي يجب أن يتم على المنظمات أن تسمي الأشياء بمسمياتها. الآن هناك حرب وهناك انقلاب وهناك ميليشيات تبع الأطراف المتقاتلة، لكن الخطاب والتقارير الإنسانية أو التقارير الحقوقية ما زالت أكثر دبلوماسية وأكثر يقال أنها ناعمة أكثر من اللازم. Well, I mean, I think I can't speak for other organizations. I can only speak for my organization. And I think what I would emphasize to your viewers. حسناً، أعتقد أني لا يمكنني التحدث عن منظمات أخرى. لا يمكنني التحدث إلا عن منظمتي. وأعتقد أن ما تم التأكيد عليه المشاهدين هو أن دورنا محدود للغاية. نحن لا نتخذ موقفاً في الحروب. نحن لا نتخذ موقفاً بشأن العنف في حد ذاته. نحن لا نتخذ موقفاً عندما تغزو دولة ما دولة أخرى، سواء كان ذلك بشكل قانوني أو غير قانوني. نحن نركز فقط على الطريقة التي يتم بها القتال وماذا إن كان لا يلتزم القتال بقوانين الحرب. لذلك أنا متأكدة أن الكثير من الناس سوف يحبوننا لرؤيتنا ندين غزو دولة لدولة أخرى أو إعلان الحرب من جانب دولة على دولة أخرى، ولكن هذا خارج نطاق صلاحياتنا ونحن نركز بشكل خاص فقط على طريقة سير الحرب. في هذا السياق، هل فعلا تتلقى هيومن رايتس او غيرها، لا هيومن رايتس لا نذكر الاخرين، تقارير من منظمات محسوبه على الحوثيين او محسوبه على اطراف الصراع؟ هل تستقوا معلوماتكم من هذه المنظمات؟ On occasion, governments and armed groups do respond to us. في بعض الاحيان ترد الحكومات والجماعات المسلحه علينا، هذا ليس غالبا، انه امر نادر الحدوث، ولكن الحكومه السعوديه وقوات الحوثيين قد استجابت لنا في مواقف مختلفة عندما كتبنا إليهم يسألوننا عن الأدلة التي قمنا بتوثيقها على جرائمهم. هناك منظمات ناشطة مدنية سواء يمنية أو عربية أو حتى إقليمية تصدر تقارير ولديها معلومات معينة وتوثق، هل تتعاطوا مع هذه المنظمات المحلية في اليمن؟ We do have partner organizations that we work. لدينا منظمات شريكة نعمل معها عن كثب ونشيطة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني في اليمن. على سبيل المثال نعمل عن كثب مع منظمة مواطنة التي أعتقد أنها إحدى المنظمات الرائدة، إن لم تكن هي الوحيدة الرائدة في مجال حقوق الإنسان، التي قامت بعمل مهم للغاية في التحقيق في انتهاكات قوانين الحرب في اليمن. لذلك نعم، نحن نعمل مع شركاء محليين على أرض الواقع حيث يمكنهم القيام بعملهم. ما هي مواصفات هؤلاء العاملين أو كيف بالإمكان التأكد من حيادية عمل هذه المنظمات وعدم خدمتها لأجندات أطراف سياسية معينة؟ I don't know any Saudi organizations that investigate. لا أعرف أي منظمات سعودية تحقق في انتهاكات قوانين الحرب المتعلقة باليمن. لا نتحدث عن منظمات المنظمات اليمنية التي تتعامل معها في اليمن، كيف بالإمكان التأكد من حيادتها وعدم خدمتها؟ لأن هناك من يرى أن هناك أن هذه الأطراف ليست محايدة 100%. Well, you know, we work with them. We've worked and known them for many years, and ultimately we read their reports, and they are judged. حسناً، كما تعلمون، نحن نعمل معهم. لقد عملنا معهم وعرفناهم لسنوات عديدة. وفي النهاية تقرأ تقاريرهم ويتم تقييمهم وقياسها بالأدلة والمعلومات التي يقدمونها في تقاريرهم والأماكن التي نجد فيها تحقيقات موثوقة ودقيقة وشاملة، ثم نعتبرها تقارير موثوقة. يجب أن أؤكد أننا لا نستخدم تقارير أي منظمات أخرى،
لا نستخدم المعلومات التي تنشرها المنظمة الأخرى للوصول إلى استنتاجاتنا. نحن نقوم بالتحقيقات الخاصة بنا. هل علاقتكم بهذه المنظمات المحلية أشبه بالوكيل المحلي أو المقاول المحلي الذي يعمل لصالح حكومة وبين ثم أنتم؟ أم أنها فقط شراكة يعني؟ لا 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 لا، نحن مثل بعضنا البعض. نحن منظمة حقوق إنسان وهم منظمات حقوق إنسان. نحن نتشارك المعلومات ونتبادل الأفكار، وفي بعض الأحيان قد نحاول إجراء تحقيق مشترك، ليس فقط في اليمن ولكن في بلدان أخرى حيثما كان ذلك ممكنا. حيثما كان ذلك ملائما نريد العمل مع المنظمة الشريكة للقيام بعملنا وتحقيقاتنا، ولكن لا توجد علاقة تعاقدية. ليسوا مقاولين، نحن لا نوظف أشخاصا خارج مؤسستنا للقيام بالعمل من أجلنا. طيب، هناك منظمات أخرى يعني تعمل في ملف المخفيين قصرا. هناك منظمة أمهات المختطفين وهي تعمل في صنعاء وفي عدن وفي حضرموت وفي غيرها من المحافظات. هل لديكم تواصل مع هذه المنظمة؟ أعتقد أننا نفعل. أعتقد أن باحثنا في اليمن سيكون لديه تفاصيل حول المنظمات التي نتحدث معها ونعقد شراكات معها في اليمن، لكنني أعرف أن هناك بعض المنظمات التي جمعت معلومات قيمة للغاية عن حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في اليمن. موقفكم من مشاكل التجنيد الإجباري تقوم بها ميليشيا الحوثي، هناك تجنيد لعشرات الآلاف من الأطفال، هناك أيضا محاولة لتغيير المناهج التعليمية وإدراج مواد تحرض على العنف والكراهية. لذلك أعتقد أن الأمم المتحدة قد قامت بأكبر قدر من العمل حول قضية استخدام الجنود الأطفال في اليمن، كما أن أحد الأسباب التي جعلت قوات الحوثي تجد نفسها مرارا وتكرارا في قائمة الأمم المتحدة للعار هي بسبب تجنيدهم المستمر للجنود الأطفال. هذا ليس شيئا قامت به Human Rights Watch، بقدر كبير من العمل لمجرد أننا لا نستطيع الوصول إلى أجزاء من البلد التي تجري فيها عملية تجنيد الأطفال هذه، لكننا ندرك جيدا أنها مشكلة خطيرة. لم نركز على مسألة التحريض أو التعليم في المدارس اليمنية. قبل حوالي أيام قليلة، ربما أسبوع، أصدرت ميليشيا الحوثي أحكام بإعدام 30 شخص، وهي ليست المرة الأولى التي تصدر أحكام بالإعدام. ما هو تعليقكم على مثل هذه الأحكام، خاصة أنها تصدر من جماعة انقلابية خارج إطار القانون وخارج إطار الدولة، وبالتالي لم يمكن الضحايا من أو المتهمين من الدفاع عن أنفسهم؟ حسناً، كمبدأ أساسي تدين Human Rights Watch استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف كشكل من أشكال المعاملات القاسية واللا إنسانية باعتباره شكل من أشكال التعذيب، ولذا فإننا نقف ضد عقوبة الإعدام في أي مكان في العالم حيث يتم تنفيذها. بالتأكيد في أحدث قضية من بين 30 يمنيين حكموا عليهم بالإعدام ليس شيئاً حققنا فيه بالتفصيل، لكن لدينا مخاوف جدية للغاية بشأن قدرة أي هيئة قضائية في اليمن في هذه المرحلة الزمنية على إجراء تحقيق شامل وتوفير الإجراءات القانونية اللازمة للمحتجزين في محاكمة عادلة. لذلك أتوقع أن تكون هذه المحاكمات معيبة للغاية. هل بالإمكان أن يتم الضغط أو الطلب من مجلس الأمن والأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات لوقف مثل هذه الأحكام التي محاولة التي توصف أنها أحكام سياسية وليست أحكام جنائية؟ حسناً، كما تعلمون فإن مجلس الأمن الدولي ليس في وضع يسمح له حقاً بإيقاف عقوبة الإعدام في اليمن. لم يكن في وضع يسمح له بإيقاف أحكام الإعدام في الصين والتي يوجد منها المئات كل عام، كما أنه لم يكن في وضع يتيح له إيقاف أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية، وهو كذلك ليس في وضع يسمح له بإيقاف أحكام الإعدام في العراق. بالتالي لا أعتقد أن المكان المناسب للبحث عن وقف أحكام الإعدام في اليمن هو مجلس الأمن الدولي. يعني أنت تضعين صورة قاتمة لحقوق الإنسان في العالم، وبالتالي هذه يعني هل معنى هذا أن يفقد الضحايا الأمل؟ أعتقد أن ما أحاول القيام به هو تقديم صورة واقعية، لأن في بعض الأحيان يكون لدى الناس توقعات غير واقعية بما يمكن أن تفعله منظمة دولية أو هيئة دولية.
إن النظام الدولي يجري بشكل منظم وفقا لمبادئ الدولة وسيادة الدولة، ونرى بوضوح شديد أن الجهات الفاعلة حكومية تركز في المقام الأول على ما يرون أنه ضمن مصالحهم الخاصة. أعتقد مرارا وتكرارا أن الشعب اليمني بحاجة لأن ينظر إلى مصلحة الشعب اليمني أولا وقبل كل شيء لمعالجة مشاكله، وأن يتحدوا كأمة واحدة وأن يبنوا مجتمعا أكثر عدالة لأنفسهم. في فقرتنا الأخيرة سنتحدث عن الإمارات ودورها في اليمن. يعني هناك دور كبير جدا للانتهاكات التي تقوم بها الإمارات والقوات التابعة لها، سواء الميليشيات الحزام الأمني أو غيرها من الميليشيات، لكن الملاحظ للتقارير أن الإمارات تتخفى خلف السعودية، السعودية دائما في الواجهة ولا يوجه اللوم للإمارات بقدر ما يوجه اللوم للسعودية. ما هي المشكلة بالضبط في هذا الشأن؟ Well, I mean, I can't comment on to at the Emirati political strategy in terms of how prominent or secret a role it chooses to play. But of course, حسنا، أعني أنه لا يمكنني التعليق على الاستراتيجية السياسية الإماراتية من حيث مدى أهمية أو سرية الدور التي تختار أن تلعبه. لكن بالطبع كانت دولة الإمارات العربية المتحدة صريحة لحد كبير حول حقيقة أن أوليتها تكمن في السيطرة على الأحداث الواقعة في الجنوب، وكان صريحة لحد ما في دعم الأحزاب التي لا تخضع لسيطرة الرئيس هادي، ولديها ميليشيات مسلحة تقاتل على أرض الواقع ضد الرئيس هادي. لذلك أعتقد أن الحكومة الإماراتية أوضحت أن مصالحها في الواقع ليست مرتبطة بما يسمى الحكومة الشرعية في اليمن. لكن يعني ما زالت هناك قوات إماراتية هي اللي تشرف على الأوضاع في الجنوب وأيضا في الساحل الغربي، وتلك القوات تقوم بانتهاكات اعتقالات واغتيالات، وبالتالي هل بالإمكان أن تصبح الإمارات أيضا على اللائحة السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن؟ حسنا، تعتبر الإمارات جزءا من التحالف السعودي، وبالتالي فإننا نشاركهم في المسؤولية الكاملة عن جرائم التحالف السعودي في اليمن. البعض منها تعتبر انتهاكات مباشرة تقع على عاتقها، كما ذكرت سابقا مرافق الاعتقال التي كانت تديرها والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات التي تعمل بالوكالة والتي قمنا بالتحقيق فيها ونشر تقرير عنها. هناك وضع خاص للنساء في اليمن، وضع معقد بسبب الحرب، بسبب أيضا النساء هنا الطرف الأكثر معاناة من هذه الحرب بسبب غياب يعني الأزواج أو الأبناء، وأيضا بسبب الألغام التي تعرضنا لها، بسبب أيضا القيود الاجتماعية. هل بالإمكان تحظى النساء المرأة اليمنية بحضور أكثر في تقارير هيومن رايتس خلال الفترة المقبلة؟ حسنا، من الواضح كما هو معروف في جميع أنحاء العالم أن النساء غالبا ما يتحملن العبء الأكبر أثناء أوقات الحرب، لأنهن مسؤولات أيضا عن أسرهن ولديهن أقل الموارد لإطعام وحماية أنفسهن وعائلاتهن. لقد ركزنا بشكل مكثف على قضايا حقوق المرأة في اليمن، لا سيما قضية زواج الأطفال التي لا تزال منتشرة وشائعة، وكذلك قضية ختان الإناث، وهو واقع مؤسف يحدث في أجزاء كثيرة من البلاد. شكرا جزيلا سيدة سارة على حضورك وقدومك لقناة بلقيس، وأيضا على إجراء هذا الحوار. شكرا. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة سارة ويتسون. الشكر كذلك لجميع متابعينا. نلقاكم في حلقة قادمة من الإذاعة الخاصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.